حياكم الله معنا مشاهدينا في تقرير جديد من رسائل لوياك. اسمي عبد الله وليد الحشاش واتطوع في جامعة الكويتية لمتلازمة الداون. قبل ما اتطوع كنت يعني اشوف الفيم داون شوي ارتعب منهم، يعني ابتعد عنهم شوي، لكن بعد ما اتطوعت حسيت ان هم اكثر ناس يعني فريندلي ويعني حبوبين. يعني اسمي نادين عدنان، هي اول مره بشتغل مع لوياك وتطوعي بمركز الداون. بصراحه تجربه رائعه، تتعلم فيها شغلات يعني، وبتشوف ناس بحياتك ما شفتهم. ممكن تكتشف كمان انه الابتسامه والحب هو يكون افضل الاشياء اللي ممكن تعطيها لهدول الاولاد بغض النظر عن اي شيء ممكن تقدمه لهم. يا اطفال يا حلوين، اشربوا حليب للصحه للقوه، اسالوا طبيب. يا اطفال يا حلوين، اشربوا حليب للصحه للقوه، اسالوا طبيب. صفقوا صفقوا.